السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد النهاردة مع بعض التحليل الجيو إحصائي أو التحليل الإحصائي المكاني أو ما يعرف داخل بيئة برنامج الأركيماب جيو ستاتستيكال أناليسيس. يقصد به استنباط الأسطح عن طريق تحليلات إحصائية مكانية. بيكون عندي طبقة من النوع بوينت، بالشكل دوت، وليكن داخل فيها محطات المية، وداخل فيها عنصر الكالسيوم والبوتاسيوم اللي موجود في المية في كل عينة بالشكل دوت. طبعا ده بقدر استنبط بيه خرائط التربة، خرائط سطح الحرارة، خرائط المطر، المياه الجوفية والآبار، تلوث المياه، وأسطح كثيرة جدا بالشكل ده. بيتم الأمر من خلال استكشاف البيانات. استكشاف البيانات اللي بيقصد بيها المدرج التكراري، العينة دي بتتكرر كم مرة، بيقصد بيها ان انا اعرف هل البيانات بتاعتي بتتوزع توزيع طبيعي ولا لا، علشان بعد كده استخدم عمليات الانتشار وعمليات عدم التشتت لاستنباط الاسطح بدقة. من خلال اكسبلور داتا عندي الهيستوجرام المدرج التكراري، اللاير بختار البوينت، العمود بتاعي المراد المدخل فيه البيانات بتاعتي، بيديني البيانات الإحصائية بتاعتي، الكاونت عدد 40 نقطة، أقل قيمة 1، أعلى قيمة 9، المتوسط بتاعي كذا، الستاندرد ديفيشن بتاعي كذا، الانحراف الربيعي كذا، الوسيط بتاعي كذا، الانحراف الربيعي الربع الثالث كذا، وهكذا. وهنا بتحكم في البار، عدد البارات الموجودة. النوع الثاني اللي هو النورمال كيو كيو بلوت، اللي بيقيس لي هل البيانات بتاعتي بتتوزع توزيع طبيعي ولا لا. هنا طول ما البيانات بتاعتي حوالين الخط يبقى البيانات بتاعتي بتتوزع توزيع طبيعي، طول ما هي مش فوق الخط يبقى ما بتتوزعش توزيع طبيعي، وفي الحاله ديت يبقى في تشتت في البيانات، في شذوذ في القيم بتاعتي، فبعمل لها لوج، يعني تحويل لوغاريتمي بالشكل ده. يبقى لما اجي استنبط السطح لازم اراعي ان انا اعمل لوك ترانسفورميشن. بعد كده تحليل الاتجاه. الاتجاه دوت يقصد بيه البيانات بتاعتي بترتفع من الشمال للجنوب او من الشرق للغرب او بتنخفض في الوسط او هكذا، يعني تحليل الاتجاه ثلاثي الابعاد للبيانات بتاعتي. فالخط دوت بيقول لي ان البيانات بتاعتي القيم بتاعتها بترتفع في الوسط وبتقل في الشمال وبتقل في الجنوب، والخط دوت بيقول لي ان القيم بتاعتي بتنخفض في الوسط وبترتفع في الشرق وبترتفع في الغرب بالشكل دوت. بعد كده بعمل عملية توليد أو استنباط السطح من خلال جيوستاتستيكال ويزارد المحلل الإحصائي المكاني، فبيديني 1 2 3 4 5 6 ست طرق لتوليد السطح، كل طريقة بتختلف عن الأخرى في المعادلة بتاعتها وليها متطلبات وبيقول لي عيوبها. يعني مثلا inverse distance weighting اللي هو وزن المسافة العكسية، بيقول لي ان العيوب بتاعتها البول ايز، ان هي بتعمل لي عيون قرويه بولز ايز. من هنا الانبوت داتا بختار الطبقه بتاعتي، والاتريبيوت
بختار العمود المراد تكوين السطح على أساسه وبقول له نيكست، وبعد كده بعمل هنا عملية تنظيم النقطة أو القيم المثالية، وهنا النقط المجاورة لو أنا عايزة تظهر في صورة سطح بالشكل دوت. فده البولز آيز، دي عيوب الطريقة دي البولز آيز. تمام، بعمل عملية سموس بالشكل دوت ونكست، وهنا النافذة دي بتديني هل انا اقبل النتيجة دي ولا لا من خلال الميم بريدكشن ايرور، لازم يكون قريب من الصفر، فهنا بيقول لي 1/10 فلازم هو يكون قريب من الصفر، وهنا الروت مين سكوير لازم يكون اصغر ما يمكن، فهنا 2.73 2.73، وهنا النقاط المقاسة الميجرد وهنا البريدكت. فطبعا شايفين الفارق هنا النقطة المقاسة قيمتها 1، النقطة المتنبأ بيها 6، فده طبعا فارق كبير جدا. فبرجع وأغير من النقاط المشتملة وانكلود اتليست بكبرها مثلا 15، والسيكتور تايب بخليه كده وبقول له نيكست، فبلاقيها زادت، فبرجع تاني أقلل بقول له نيكست فبلاقيها قلت شوية، وهكذا بتنيني أحاول لحد ما أوصل لأصغر قيم، ويمكن حتى أقبل النتيجة، حتى تقبل النتيجة. بالشكل ده بستنبط السطح بالشكل ده، بعمل عملية كليب من خلال إضافة البولجون بتاعي، كليك يمين على Layer Properties وبعدين كليب تو شيب انيبل سبيسيفاي شيب اوتلاين اوف فيتشر وبختار البولجون. اوكي، باجي هنا عشان تحتوي انت، بقول له Rectangular Extent of Polygon Apply بالشكل ده. دي كانت اول طريقة للاستنباط. ناخد طريقة اخرى وليكن Kryging. طبعا دي كلها طرق للاستنباط الاسطح، وناخد Kryging دي افضلهم، ولكن بتعتمد لابد انها تعتمد على عدد نقط بيزيد عن 30 نقطة. بختار نفس الكولم عشان اقارن بين النتيجتين. طيب لو البيانات بتاعتي بتتوزع توزيع طبيعي مفيش داعي ان انا اختار من ترانسفورميشن لوج، بسيبها نون. لو متوزعش توزيع طبيعي لازم اقول لوج، وده اوبشن في الكرايجنج افضل من الانفيرس ديستانس ويتنج ما كانش موجود، اللي هو تحويل لوغاريتمي للبيانات اذا كان في شذوذ في القيم بتاعه البيانات اللي عندي. طبعا هنا كرايجنج بيديني اكتر من نوع، في ordinary kryging وفي simple وuniversal indicator وهكذا، بختار من كل واحدة البريدكشن ماب. فأنا هختار هنا الordinary kryging وبقول له prediction map، وبعد كده بقول له next. هنا السيمي variogram، وده بيتيح لي انتشار البيانات ومدى تشتتها، فأنا لو عايز أمنع التشتت دوت بختار show search direction وبحرك السهم دوت هكذا لأمنع انتشار البيانات دي بالشكل ده. وبعد كده بقول له نيكست، ما انساش اعمل سموث للسطح وبعد كده نيكست. فبيديني بيقول لي البريدكشن ايرور هنا 0.007، الثاني كان هناك 1/10 فده نتيجته افضل، الروت مين سكوير 2.7، الروت مين سكوير ستاندرد لازم يكون قريب من الواحد الصحيح،
فهنا 95%، فده نتيجة كويسة. هنا برضو النقاط المقاسة والنقاط المتنبأ بها، فهنا كان النقطة المقاسة 3، النقطة المتنبأ بها 8 من 10، فإلى حد ما مقبولة. وبعد كده بقول له finish. يبقى ده السطح المتنبأ بطريقة كرايجنج، وده السطح المستنبط بطريقة inverse distance weighting. inverse distance weighting لو انا عايز اعمل مقارنه بين الاثنين، كليك يمين على واحده فيهم وبقول له كومبير، فبيجيب لي الطريقتين، ده طريقه كرايجنج من خلال اورداينري، وده طريقه الانفيرس ويتنج، ولو في طرق اخرى بضغط على السهم وبقارن بيها. فبيجيب لي هنا البريدكشن ايرور، اخطاء التنبؤ، هنا 1 من 10، هنا 7 من 1000. تمام. الروت مين سكوير نفس النتيجه، 2.7 من 10. الروت مين سكوير ستاندرايزد 9.5 من 10. لو انا عايز اغير فيها، كليك يمين وبقول له ميسد بروبرتيز، وارجع واقول له مثلا لوج، واشوف النتيجه اللي احصل عليها ايه. نيو 8 من 10، فاكبر، فطبعا لا تقبل، يبقى الثانيه هي اللي تقبل، وهكذا. يبقى البيانات بتاعتي اساسا كانت بتتوزع توزيع طبيعي. طبعا دي نماذج، لو انا اخترت جوتشيان نماذج بيتم تغييرها في المعادلة. فطبعا لا تقبل، وهكذا. فبتنيني استولد بكافة الطرق اللي موجودة عندي، وبعدين اقارن بينهم. وليكن مثلا ناخد الجلوبال بولينوميال، اللوكال بولينوميال 9 من 1000، 74، لحد ما اشوف انسب الطرق للاستنباط او اللي بتمثل السطح بتاعي، واقارن بينهم من خلال قيم البريدكشن ايرور بتاعتي. طيب فايدة السطح المستنبط ده ايه؟ ان انا عندي نقاط انا جمعتها من الميدان بتاعي. لو انا عايز اعرف او اتنبأ بقيم اي نقطة اخرى في المكان بتاعي ككل غير النقطة اللي انا اخدت منها العينة، من خلال ده بيديني الميزة دي، من خلال identify، وبختار الطريقة بتاعتي المستنبط بيها وليكن inverse distance weighting مثلا، واختار هنا، فبيقول لي ان النقطة اللي انا ضغطت عليها دي قيمتها 4.5 من 10، يعني كمية الكالسيوم في المية في المنطقة دي 4.5 من 10، وهكذا في اي مكان. بيديني اللوكيشن بتاعي، وبيديني قيمة التنبؤ بتاعتي. طبعا كل الطريقة بتختلف، لو انا اخترت ordinary crushing هيديني قيمة تانية، وهكذا. يبقى قيمة استنباط الأسطح أو استيفاء الأسطح إن هو بيوصلني، بدل ما أخد عينات من كل المنطقة فباخد عينات فقط للتنبؤ بمناطق مجهولة، يعني باخد عينات من مناطق معلومة للتنبؤ بمناطق مجهولة، وهكذا. شكرا جزيلا لكم، محمد ناصف، أسألكم الدعاء.